السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن تاني وظيفة أنا حصلت عليها بعد ما خدت اللي هو تصريح العمل كطبيب في بريطانيا، وكان ده في نهاية 78 وبداية سنة 79، وانتقلت من ريدينج في إنجلترا إلى جلاسجو في اسكتلندا، وكنت بشتغل في معهد الأورام والعلاج الذري ك يعني مش عارف شنو يعني ايه ممارس في القسم هذا. وكان في حفلة في الكريسماس في نفس الوقت ده، والناس كلها مشغولة. كان في عندي أصغر مريضين أتكلم عنهم، واحدة اسمها أن ماري دونالي، ودي كان عندها سرطان في عنق الرحم درجة رابعة، عندها 23 سنة، وكانت جميلة ووديعة، أخلاقها عالية جدا، متزوجة حديثا. ولكن حينما أتت للمستشفى عندنا وجدوا أنه سرطان درجة رابعة، وللأسف ادوها. وكانت يعني ما دخلت علينا كان يعني كأنها ملاك يمشي على الأرض في كل شيء، مش فقط في الجمال، في الأخلاق إلى آخره. ولما بدأت تأخذ هذا العلاج الكئيب السيء، سواء كان بالإشعاع الذري أو كان بالكيمو اللي هو الكيماوي، تحولت إلى ما لا أستطيع أن أصفه من قبح. فقدت شعرها، فقدت رونقها، فقدت بهائها، فقدت جمالها إلى آخره. وما كانش في أي شيء، لأن بدأ السرطان ينتشر. وكنا احنا بنعرف أن السرطان ده بيجي ليه في الوقت ده للبنات، ليه تعدد عدد اللي هم الشباب اللي بتخرج معاهم البنات في الوقت ده، وأن بيحصل بعض الكيميكالز أو التفاعلات الكيماوية ما بين اللي هو كثرة معاشرة البنات في السن ده للشباب، بيؤدي إلى تهتك في الأنسجة، ويعني كسائر كتير جدا. كان ده السبب اللي احنا كنا نتكلم عليه في هذا الوقت. إلى أن أتى يوم من الأيام وقرروا أنهم يعطوها اللي احنا بنسميه الدواء السحري الكاذب اللي هو الكورتيزون. فلما خدت الكورتيزون بدأت تفوق تاني، وحست الحياة رجعت لها تاني، وكانت سعيدة وبدأت تمشي في القسم، وقالت لنا الحمد لله أنا خفيت أنا خفيت أنا خفيت. ولما بصينا على الإشعة بتاعت اللي هي الزور بتاعها أو اللي احنا بنسميه الأسوفاجس، يعني لقينا إن الأسوفاجس متاكل بالمونيليا بأحد الجراثيم اللي بتاكل في جدار. إنها هتموت هتموت حتما يعني. بعدها بيوم أو يومين أو أسبوع انتهى مفعول الكورتيزون السحر ده، وماتت أن ماري دونالي. وأنا كنت حزين جدا عليها، لأنها كانت من أوائل الأكشوالي من أوائل المرضى اللي أنا كنت بعالجهم وتأثرت بهم جدا جدا جدا. من التاني مش فاكر اسمه إيه، كان شاب أصغر منها في السن، وكان عنده ليمفوما اللي هو مرض اللي هو سرطان الدم. كان عنده 18 سنة، وبسم الله ما شاء الله كان جسمه قوي وطويل إلى آخره. كان هو زي ما بتقول بالمصري كده حيلة أهله، أهله بيحبوه جدا ومش عارفين يعملوا إيه معاه. وبدأ ياخد نفس العلاج اللي احنا بنتكلم عنه ده، اللي حوله لإنسان هامد، فقد شعره، فقد قدرة على الحركة، فقد حيويته، فقد إلى أن أصبح هيكلا عظميا عندنا في القسم. وفي الاحتفال أثناء الاحتفالات بحفلة الكريسماس أنا كنت مناوب وكنت قريب جدا منه، فندهولي علشان قالوا لي خلاص الشاب ده، أنا مش فاكر اسمه يعني، ربنا يعرفه، ربنا يتولاه برحمته الآن، يعني هو ماري أن ماري دونالي. وقعدت جنبه إلى أن احتضر ومات. وكان طبعا يعني تأثرت كتير جدا ب يعني موت الشابين دول، الشابة والشاب دول في مقتبل العمر، ولم تستطيع الأدوية أو التقدم العلمي أو التكنولوجيا أنهم ينقذوهم على الإطلاق. اللي أنا بقوله هنا هو
تكون علاقتنا احنا مع الضعفاء ومع المرضى ومع المساكين علاقة رسيخة جدا جدا جدا، لان دي بترفع قيمتنا وقدرنا وقدرتنا امام الله سبحانه وتعالى. ودي من الاشياء اللي انا لم انساها ولن انساها ولا انساها. آن ماري دونالي، انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تكون في الجنة ان كتب الله سبحانه وتعالى الجنة، وكذلك الشاب الصغير اللي مات كذلك من اللي هو سرطان الدم اللي كان موجود عندي. يا شباب، زيارة المريض تحف بها ب70,000 ملك، فما بالك علاج المرضى كيف ثوابه يكون عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.